قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. ألو نعم، ألو نعم. الله يسعدك أستاذ لطيف. الله يسلمك، أهلا وسهلا. أنا بعدك على اللايف مو والله؟ إيه إيه تفضل، بس صوتك شلون صحة؟ بيوشى. بس خلنا أطلع برا بروح أبوك للستة. يلا تفضل. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا بالشغل بس شنو لابس الهيدفون أنا جاي خبر من أمريكا. أهلا وسهلا. أي والله بالشغل. جاي خبر من أمريكا. حياك الله. حياك الله. أنا شفت أشتغل وياه ترى سنة كاملة. ويا من؟ بالأردن. ويا نزار. عازم. طيب. هسه اللي يسمع صوتي يعرفني. طيب. مرة بصي عبد الجبار ترى يعني حش السامعين. جرى زيج بالكمان. هذا مرة تعرف سوى؟ أحكي أسمع. تعرفت القصة عبد الجبار؟ نعم. تفضل. استاذ لطيف وياي؟ اي اي معك معك تفضل. الو وياي؟ صوتك واضح بس يروح من عندك، من عندك ترى مو من يمي. يلا اسف اسف أي احول أي احول على هذا. اي هسه هسه مره كنا طالعين حفله هلقيت ماما صوته مزعج. نعم. قصي عبد الجبار رئيس فرقه كاظم جرى زيد بالكمان. مطعم شمس الريف. والله العظيم ما احترمت شويه الكلمه. نعم. شوف ايش صار. أنا جيت بالأردن. نعم. جيت مهزوم من العراق حسب يعني الظروف صارت 2007. نعم. جيت أشتغل عازف في مطعم ف يعني عازف أكتوبات. اللي صار صارت مشكلة بال يعني طاقيش حاجة على الستير. نعم. فهو أكو إذا تتذكر جيتارة بال مطعم جيتارة ملها جيتارة. وين؟ بالأردن. أنا ما والله لا الأردن. لا بالأرض الرايح ولا شايف ملها ولا المهم احنا كنا نشتغل بمطعم راقي. نعم. ويا فرقة ديبلز. طيب. فجابه ونزار كعازف لأنه ما حد كان يعرفه. زين. وراها سوى فتيقة. عازف جدرية شنو؟ عازف شنو؟ هيك حاطين هيك أكتابات بتشذب يعني بس حتى ويانا ويانا بالفرقة. مو مسوى فتيقة. على ابو هو شويه لوتي في السوالف هذه على ابو المطعم. المهم طلع المطرب وهو نزل المطرب. زين. ورا فتره جيتاره كان ملها كان يغني بيها حسام رسام وذول ما كل اللي صاروا ورا يعني طلعت اصواتهم. نعم. ورا الصخور. نعم. كان بي حش السامع بنات كيوليه. فنزار مره جابوا مطرب درجه واحده يعني اول درجه يعني مو اخر مو مطرب ثاني اول واحد مثلا. فقام الملك يتبلغ للطبال اللي هم يسموهم الفا باي خوش طباله. زين. تعرف شلون؟ اول يابا. فسوى هذه عندي وين؟ اقطع كلامك الخير. خليني اكمل لك. هذه قنبله قنبله على حكايته. مره صارت عندي مشكله بالشارع، شايف الاردن ورا السقوط، حتى لو تخبر غلط يطلع لك واحد عراقي. ورا الصديق يتكون. نعم. بدا فاكك عشان طلعوا 2000 عراقي. زين. لزمه هذا هم لزمه الولد هذا الولد يشبعوا كتل. مهم اخذوني حزوني. زين. انا طبعا بالليل عندي حفله شغل. زين. ونزار موجود. قوم نزار سوى راح جاب ابن ذاك العازف حتى يجيب له بنات للمحل اللي مشغولين. دي الله بالله. فخابرته قلت له نزار شنو الفيلم؟ قال لي والله مو ابو المطعم جاب غير عازف. قلت له يا اخي عازف انت متعتر وانا مقدم لامريكا وما عندي غير بس هي الشغله هذه. واحنا ماكلين حتى باقي له هناك معون واحد بالله. آخ. مطعم قدوي بالقران الكريم وروح اخوتي صادق صادق وروح صادق تحكي كام يبي صادق تعرف شو انا رقم يمك انا بامريكا فيرجينيا لو سنه كامله من نخلص حفلاتنا ناكل بمعون واحد صادق تالي ما تالي انسجلت لي ان شاء الله سخيفه يوم واحد. نعم. جيت لي قلت جاب غير عازف قلت له ليش قال قال لك مستقبلي طبال بجيتاره اي عافيه مستقبلي حتى يجيب بنات وين حتى يجيب بنات للمطعم اللي هو يشتغل بيه يعني كان مركبهن ستيل كان شنو هو اصلا مخلوق يشخي الرجال وطبعا بالمناسبه هو يعرج نزال العرج اي ادري المره هيثم يوسف مره هيثم يوسف حضرني من عنده اي تعرف شلون كان يعرج اول ما تعرفت عليه قال لي تعرف انا كتبت على رجلي يا علي يلا قم تمشي قلت له نزار بعدك تعرج
ايش كتبت يا علي شنو؟ والله العظيم بالشرف. لا اله الا الله. بالقران. المهم فسوى سالفه قطع الرزق، انا حتى لا شكر خير من الله شغل شام بالاردن انا ذاك يعني. تعرف؟ سوى قطع الرزق على مود يشغل ابن الفا باي حتى يجيب له بنات للمطعم اللي يشتغل فيه. استغفر الله، هسه راح يروح يصلي. والله العظيم يصلي بشرف بالقران، والله العظيم بشرف. لا هذا اللي صار. هسه راح يقول انت بعثي واني بعثي بدنا نلفق عليه. احنا ما لا يعرفني يا بعثي عم، ايش السالفه؟ اسمي هلال طباش، انت تشتغل طب عازف اكتوبات، ايش يقدر يكذب علي؟ هسه يقدر يكذب علي؟ قول له اسمك. قول له اسمك. خليه الهلال يعرفني شنو السالفه. ماكو هلال الاحمر وانا هلال، شنو السالفه؟ تفضل. زين تتذكر بالعراق كان اكو فرقه دبلز بيا سنة؟ التسعينات فرقة دبلز معروفة. أنا بالنهاية 91 طالع. لا لا عندهم صاروخ قنبلة. قنبلة. زاد بالتسعينات. أنا أنا كانت دانا دانا بوقتي هذا الشباب كانوا. نعم نعم إيه. أكو بيتر هو رئيس فرقة دبلز، فرقة مشهورة يعني محترمة كلش. إذا فديهم حصلت ما خلي خابرك يحكي لك خياسات. خوش حكاية. والله العظيم خير شرف. خير من الله. اي والله جاتك. يعني سوى فلتيقة بطل بيتر، وسوى فلتيقة بطل مطرب له. ودا اقول لك اني مرة هسه العازفين اكثرهم اللي بالاردن كانوا. نعم. يعرفون قصي عبد الجبار جار زيت بالكمان. واحد كلمة سالة الله. لانه يشفص بالتون. اخي ما يعرف يغني. والله يا اخي. بيتر وطلعني حتى شو يسوي يخلال الجو لانه مطعم محترم. فهو يجذب. ذول ما كل اللي كانوا حواسل. ايه. فيسحب بنات المين من منهج جيتاره. يعني. انت شرفك بغيرتك، احنا هاي سنة سنة اشتغل وياك، انت جايب لي عازف ليش شنو هدفتي؟ صدق تحكي زاد. يعني مو ستيل كان عيار 24 شاد. عافية بالضبط. عافية بالضبط، والله العظيم بشرفي بنيت الحرجة بيه بالقرآن صادق. بالفرقان. بالانجيل بالتوراة بشعلك بعد بالنجف عندك بعد شيء معتقد احب لك بيه صادق والله يا ابو صادق والله العظيم بشرف والله تعرف اني ان شاء الله يسمعني يعرف والله اني رسائل صوتيه رسائل صوتيه نفس كلامك قالوا لي بس ما عرضتها ليش قلت عندي بث عندي بث قطع رزقي حتى يجيب واحد طبال حتى يجيب له بنات من جيتار ايه وافتر على بيتر بيتر رئيس فرقة دبل حتى هو ينزل مطرب يا متابعين يا متابعين هذه هيثم يوسف اول شهر انا جيت من العراق والله العظيم شرفي كنت اشتغل بكادر سعد زي من صبا جيزة فيعرفني هو من العراق هيثم يوسف مرتب الرجل يعني تعرف كل اول ما شافني قال لي لا تردي الوقت انت هذا حي يلا قال لي والله العظيم ورا سنة طلعت. يوم واحد انسجنت راح جاب غير عازف عمود يجيب لبنات قلت له نزح صدق تحكي مو هو يحب البنات لان قلب والده تعرف يعني هو قلبه حنين لا لا والله لا عاد استاذ لطيف شرف انا جدا سعيد سمعت تليفونك الله يسلمك الله يسلمك اني يعني رقمي يمك اسمي هلال ماكو غير ما هو لو هلال الاحمر لو اني ماكو حبيبي هلال بالاردن اي والله عاد شوف صورتك وان شاء الله يسمعني واذا بي خير خلي جاوبي لا ما يجاوبك هسه راح يطلعك ابن الرفيقة مثل ما طلعني طلع غيرنا وهالسوالف التعبانة ما. انا مع احتراماتي اول ما تعرفت علي قال لي كتبت على جتي وحدك كتبت على رجلي علي قلت له يا ابو بعدك تعرج بالقرآن والله تصدق كذا استغفر الله يا احمد قلد على هذه بس هو يا اخي يخلي بنفسه مواقف مقززه جدا مو عباله خلاص يعني الدنيا خلصت لا انا فاجئت بس انا عندي سؤال اذا عندك وقت تجاوبني انا جبتك ويا بلقاء هو على قناته هيك بالصدفه دا اقلب انا موت منه بس انا دست يعني دست اللايك حتى يعني ها قمت تسجل ايش عجب صارت هالمشكله أنا ما صار عندي أي مشكلة معه، أنا جبته لغرض معين في القناة، أريد أعرف ليش هذا اليوم يمدح صدام، يترحم عليه على حسين كامل، على صدام كامل، وثاني يوم يطلعهم دولة كاولية طلعوا صدام وعشيرته الله يرحمهم أو يذكرهم بالخير اللي عايشين، وأهل تكريت طلعوا
واهل العوجة جايين من الغجر من سوريا، مع احترامي لأهلنا في سوريا. يعني هذه الأفلام أنا ظليت أريد أشوف شي يريد، فدزيت له سوبر شات. أنا قريته يعني قريت هذا شنو الشخص، شنو الملة مالته. فرأسا أهلا دكتور، الدكتور لطيف يحيى كذا، ويا ريت يشاركنا وما أدري شنو. سوبر شات سوبر شات، تعرف الصبغ يشتغل زين، وأخونا ودكتور خابرت. إيه هو عندي صح صح، إيه عندي خابرت صح. حكيت أني سمعته، لأن أني من خلال يعني سماعي إلى أريد أوصل للي يريد يسمعه. وهذه عادة الطغاة والناس اللي ماكو، مو احنا عندنا مثل بالعراق يقول لك امشي ورا اللي بكيك لا تمشي ورا اللي ضحكك. هذا ما يريد يسمع الحقيقة. فانت شو تسوي بطريقتك، كيف توصل الى عقله، تسمع اللي هو يريده. شو راح تسوي انت؟ كسبته، من كسبته راح يزوع الاول والتالي. فبهذه الطريقة ردت أعرف هذا شي يريد. عرفت الدولار، قلت له تعال يمي بالقناة. إيه الله يخليك لأن قناتي ضعيفة وكذا، بالتليفون وعندي الصوت والتسجيل يمه. جبت للقناة. أنا الغاية كان عندي 3 أسئلة مهمة أسئلة، خليت ساعتين كاملة يسب ويغلط. يعني أنا هسه دا أسوي مقابلة مع حضرتك بقناتك، أنا غير يكون عيني على الكاميرا وأتكلم مع حضرتك. ضحك علي، أقطع كلامك بخير. اتفضل. أنا سمعت دقيقة واحدة، هو مسوي لقاء وياك شبيه عدي صدام حسين وحشينا وكذا، هالشكل دقيقة وطفيت الانتباه. بالضبط، هو هذه البداية. هو هذه البداية. زين، أسا أنت حضرتك جبتني بقناتك، فمن أتكلم أباوع على الكاميرا حتى يعني كأنه دا أتكلم وجه وجه، ما أقعد عيني على الكومنات. شوف هذا اللي يسبني. شوف أسا يا أخي، أنت جاي أي شخص يسموه public figure، تعرفها شخصية معروفة، فنان سياسي، لازم يتقبل، لأن ماكو واحد الكل تحبه، ماكو واحد، حتى الرسول، حتى سيدنا المسيح، ما بقى يعني أكو واحد يحبهم وأكو واحد ما يحبهم، أكو واحد يمشي بكلامهم أكو. فالعالم لو الله كان خالقنا كنا سواسية كان ما صارت لا حروب ولا مشاكل ولا أبد. كلام حقيقي ولا غير شيء؟ لا كمان مضبوط ذهبية. فأني كل هذه المقابلة خليته ساعتين يلغي سب صدام، بخل واحد ما سب. أني قلت له 3 أسئلة، أنا أعرف الجواب. قلت له شنو رأيك بصدام حسين؟ تعرف الحكي مالته، أمه أخته كذا نزلهم. أني ولا بليش؟ لا اتماسكت أعصابي. أنا اتماسكت أعصابي، لأن أنا أعرف اللي أريده طلع شلون طلعه. قلت له مقتدى الصدر، أخته كذا، أمه عرضة، ما أدري شنو. قلت له السستاني، ها أنت شوف المقابلة رأسا بلعم هذا يا سستاني، صار بخور الرجال سعوفة أسمنى شغلة خاطر. يلا المهم مو مال، انت كم فقال شوية دمي حار على اي. فقال ها رئيس طائفة كبيرة، رجل دين، انا ما اريد اتدخل بالدين. شوف هنا أنا هو هذا اللي اريد اوصله. بعدين عرفت شنو هو قلبتها، قلت له يلا خلصنا اياها بموال. زين قام جوعر شوية على ابو المكسر ما يشتغل، والله ما اعرف شو. ما عنده عرب كذاب، مره خزوه على الستيج يغني مال بغداد، ما عنده عرب اوت فيها. اي دارت علي ماري من المكسر. فهذا كان يعني المهم كمل. اي هذا كان الغرض مالت المقابله. انا عرفت راح يسب ويغلط، وهذه تماسكت نفسي. زين كنت بحرفية معه، ما غلطت ولا أبد، ولا قلت له لا تسب، ولا خليته بحريته. بس الأسئلة الثلاثة اللي أنا جايب عليها سألته، عرفت النتيجة، عرفت الفيلم، فخلص عرفت الفيلم راسته. فقلت له ما عرف بيه انهينا كان يسب بيهم بالأردن.
اي مو اقول لك هذا على ماي الدولار زين والله يسبهم سب. انا بالتسجيل عندي هنا زين قلت له من سالتك على السستاني قال لي يا ابو عمر يعني كل متابعين جماعه السستاني يعني تريد قناه مالتي تفرغ اقسم برب العالمين وروح ابويا هذا جوابه وروح ابويا انا قدام ولا ابدا حق هنا انا قدام كنا نروح الاستراحه ايه؟ كان يعرج يجينا يسب بيهم شو السالفه هذا 2007 2006 2007 هذا بالاردن اقول لك سنه كامل مش بالمناسبه اذا تي تعرف من انا تشوف صورتي انا للاسف توسل بيها حتى هيثم كنار الله يرحمه ويا كاظم العازف توسل بيها قال لي شوف لهيثم حتى نطلع طابو الكامل وتطلع يا بالتسجيل اغنيه ما اتذكر اسمها كل سخيفه بس توسل بيها مات صح عودت قلبي والله ما نسيته يا اخي يعني يا اخي اقطع كلامك هذا شكلي اقطع هسه المهم انا شكلي واسمي هلال وشكلي طالع ويا باغنيه نسيت اسم الاغنيه والله توسل بيها وسنه كامله اشتغل وياه تعال متالي راح جاب غير طبال على مود يجيب البنات من جيتار قلت له والله العظيم والله ما اعرف شو اقول لك بعد صدق كذب والله نطلع يوميا بالخمسه الصبح مخلصين الشغل نتريق من قدوري من وصي نفرين نفر واحد ناكلانيا وتعال متالي يجيك بعض صغير ودكيش دقريه بس قلت لك ما يلام ب قصي عبد الجبار جرب زيج ما اعرف شلون طلع الصوت وحق هذا الله بيشرب بالقران وقلت لك هيثم يوسف قال لي لا دربك من عنده لا واحد يعني حتى حقت عليه قلت له نزار صدق تعرف عندي جاهل وعندي سفره شنو جايب طبال وجايب هذه قال لي لا مو بالمطعم راد وما كذب خابرته قال لي انا يوم ادي وراد اخ لا اله الا الله بس هو يعني انا حسبي الله ونعم الوكيل بهذا العرج يعني انا ذا سامع صوته مذكور بالقرآن يعني إذا تتذكر الآية هو صوته مذكور بالقرآن قال يلا ولا بلطيش لحية مي قد راحة عرفتها استغفر الله ولا مثل قد راحة خاطر الله أنا جدا أحبك شرف الله يسلمك أبويا الله يسلمك تعرفاني أنا أشتغل بوير هاوس هسه بأمريكا طالع من يعني برا ودي أحكي بالتليفون ها طبعا جريمة أختل هسه علي أنا بس ما تحملت ويلي يابا اي والله شرف حبيبي مثل ما قلت لك رجل ترى مريض نفسيا صح واقدر اقول الكلمه هذه لو عن يعني اقدر اقول قواد يقود شان قدامي يجيب بنات من جيتاره حتى يسوي له شغل يلا يا متابعين هاي غنبله لو لا مو غنبله هاي والله العظيم وطالع وياه بالاغنيه انا طبال وياه نعم. شنت سنه كامله اشتغل كنت هم يعني تعرف مصارف الطقة ومن الغربية مصلاوي من الغربية فيعني تهددت وطلعت مهم واسمي هلال وطالع وياه بالأغنية وهو أنا أتمنى هو يسمع صوتي وأتمنى يكذبني والله العظيم بشرفي للأسف صادق ساعدنا سنة كاملة أكل ياه بمعون واحد تال متالي قلت لك هاقب عن الرزق بس يعني الحمد لله شكر لا ربك سهل ما يخالف والله هسه شوف الموجه مالته شو راح تتبدل والله شوف ده اقول لك انا ضباط خابروني بكانوا بالوحده مالته اللي هو بيها وهسه خلي دي اسمع كان ضابط لا 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 لا, لا, لا كان مراسل يم عميد ايه؟ الطائي هسه دي يسمعني ويشوفني هو زين نعم ودزولي كل شغلاته مراسل يعني سايق صينيه زين اي صح يعني العميد الطائي اللي كان يشتغل يمه على قولة مقدد اقول لا الله العظيم قول لا نزار الخائد تقعد اكسل لك فيها شوي قناته بنظارتك هذه اعرج تقول وقف يعني اني تعرف حركتنا سويناها 96 او 69 حركتنا قوية اي حركتنا التقلبانية هسه انضمت ان العلويه مايا خليفه فهسه الداعي بالنظارات تقول اني بعد ما تبت اعطيت نظاراتي هديه النونو ثلاجه فهسه الداعي بالنظارات مالت تريدهم فشلون نسوي الامور حلو. قانونيه بامريكا حلو اي فالنظارات ما تريد نظاراتها
مصيبة ترى الله مصيبة يوم يطلع لنا واحد بس والله العظيم كان يخزي احنا قوطنا ويانا معازفين كبار هذه هو يفتر علي ميزة قوم بنات يعني القاب ماله احلى من التيشيرت هذا ما تي شنو رايك التيشيرت لا مره بالمطعم اسمعني ذكرت بسالفه مره بالمطعم نصر علي كان يشتري قوط من ذني الشيب ماكو اي هذا اللي بشخاطه كوب اي مش احفر منا منا والله العظيم بشرفي وهلقت من مؤخره ماله كبيره كرشي 5 امتار والله راح يحفظ ينزل كان يخرج فوق لجوه يعني ما هو يفرش قلت لك انا يفرش هو مثل المرسيدس اي يفرش هو هذا خوش طبعا تعرف خوش مثلا طلعت عليه مال فرس النهر عين النصن اي فرس النهر والله نفس الشيء لان انا شفت الصور مات اللي وصلتني فرس النهر بالضبط للاسف والله حرامات انا يعني اذا احكي على واحد تاكل ياب معون بس والله قطع رصدي بطل المطرب وراح قام يقول على البنات اني طلعهن دحقين قلت هذا شنو هذا للأسف والله العظيم بشرفي تليفون يمك ولا أريد هو تليفوني خلي خابرني لا حبيبي ولا تهتم الله أكيد ولا تهتم ولا تضوج ولا تقهر نفسك الحمد لله على سلامتك لا بالعكس أنا بخير وبركة بس ده أقول لك هالبشر هذا شنو لا ما هو هذا شوف عقدة النقص والسقوط هذا مرض وياه يعني ينولد بس مو شكل أبقى على موقف واحد ما عنده يعني انت زين انا كفت شغله نعم خلي طلع لي السستاني اقرا لي اي قراني يلا مو انا حطيت مليون دولار مليون باون هم بس احكي انا ايش معنى انت تقول السيد السستاني وتقول صدام حسين لو تقول السيد الرئيس صدام حسين والسيد السستاني لو تقول سستاني بس ما يقدر سستاني ايش لك عم تصدق كذي انت اليوم الغم اسمع اسمع الغم العظيم يكرم اسم الله كان يقول ترى يقوم علي ميزه يطلع يقوم البنات يرقص حتى بالمطعم يبقي بالهذي يبقى يغني أقسم بالله أقسم بالله إذا كنت قناتك عازفين يعرفون شنو العرب أوت بتهوني أخي يطلع فمرة قصير ما تحمل جرب زيج قال لي شنو هذا الصوت ما يتم الضحك قلت له ما أعرف أخوي هلال اليوم قالب على الصدريين السيد محمد الصدر هذا الله لازم تقدسوه يا هذا شلون بالله الله اكبر والله العظيم اليوم البث ماله قبل ما اسوي البث قلت خلي شوي اضحك خلي اشوف هذا شنو ازاي يسوي انا عاد اقول لك انا عشان احكي علي قدامهم على يعني انا العازف خلي جماعتي يسمعوه اللي قاعد يطبلوا له دا اقول لك انا عازف في هذا طلع اغنيته اللي ماخذها من واحد اغنيه كل السخيف أنا طبال موجود على اليوتيوب يلا أبو الدرامز مصوريها بالأردن وأكل إياه سنة كاملة بالمعاون واحد تالي ما تالي قطع رسخي عمود يجيب واحد يقود لجيب البنات لا يعني أكو بعد كتاب أحلف لك بي لا صادق يا أبو والله صادق ويا ريت يواجهني ويخابر ما هيك ناس تعبانين يعني اذا هو شاد قرون مطليه او لا اقول لك رجل مريض ماكو واحد يحكي علي لا لا والله العظيم بشارك ماكو واحد يحكي علي مستحيل جيب ذول المطربين مثل ما قلت قاسم هيثم حمد عبد الجب ما يسموه مطرب يسموه مؤدي اكو فرق بين مطرب اي بالضبط صح هذا هسه مثلا جورج وسوف مطرب اي نعم اي يجي كل المقامات بدون اي اله الولد مؤدي بس مجرد صح زين دقيقة هساني خلي أقول لك هاني عمري ما أنا فنون جميلة خلي نقول أنا كوش مارتين خلي طلع في يوم يغني أغنية طربية الجورج وسوف إذا ما طلع سلابيح من مؤخر تطلع عن كوش مارتين لا ما مستحيل اسمه مؤدي مغني مؤدي لا يجيد المقامات العرب ما له بيها مشكلة تفهمني صح بس هو شوية جيل ها اختلف ما كانت طربة قال قولات قول يسوي أغنية وخلاص مشت إيه ده يقول لك الثلاجة ما الأهل باع واحدة مودي يسوي له أغنية بصمت على كل أنا سعيد جدا حياك الله أخويا هلال الله يحفظك هذا التليفون موجود كل ما موجود بث قناة قناتك والمزرعة مزرعتك زين حبيبي وشذابه مرة حكالي قصة قال لي صديقة عدي ولزموني كسر خشني كذب طلع هو واقع مضروب بقنينة يا معود السقف يا معود دخيل الله والله قال لي اجي عجيب الاحصان قال لي وينها اشرت له هناك
وراء حمايته كسرى وكشفه. أخاف كان صاعد علي مو على حصان. هسه عدي الله رحمه رحمات. عندك خلاف وياني عندي خلاف رحمات الله. أهل اللي موت نقول الله رحمه. زين. ومن أنت حتى عديد يجيبك حفلة وأنت صادق صديقته. إيه. شنو هذا السيناريو مين جبته خاطر الله. ومكسور خشمي يا تباوع وقتلوني ما. إيه الله. كاد يمعوه كابرو بس بس كير الشجر. اي والله طبعا هو قاعد يتفرج وده يشك بهدومه ويقول اويلي يا بل عارف يعرفني 100% اسمه هلال طالع ويا بالاغنيه اشتغلت يا بل اغنيه سنه كامله الولد كان يقوم بنات من علم الميوزك حتى يبقوا بالمطعم وما يسموا يعني فنيا ما يسموا مطرب يسموا مؤدي يعني حتى اقل من مغني لانه العرب ما تبيها مشكله وفن هسه الرجال اللي يحب النزار خلي طلع لي مغني الاغنيه مال ام كلثوم تسجيل فن يلا مو هو مسوي عراس يقولوا أنا بطل قومي إيه خلي فديوم خلي فديوم إذا هو حرام الحرم إذا فديوم غني أغنية صحيحة لم كلثوم خلي طلعوها تسجيل ما يطلع الموسيقيين يعرفوا شو هالفن هذا مستحيل ماك فيلم هند ويلي يابا على كل الحبيب حبيبي أنت هلا طورت عليك بس أنا سعيد جدا والله الله يحفظك أبويا نورتنا أنت بس هذا يوميا لا والله حسب ما شغلي ماكو بين يوم ويوم كل ثلاثة أيام يعني تعرف أروح للمكتب مكتبي بعيد عن بيتي وارجع أخذ استراحة ساعة وأطلع ويا الشباب يحفظك الله يحفظك الله حبيبي وعمرك حبيبي تحياتي لك الله سلام مع السلام ألف هلا مع السلام نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق.